الأهلي تعادل في الجزائر 0-0. ايه الحكاية وايه الموضوع، ايه الموقف دلوقتي بتاع الأهلي جوه المجموعة؟ طبعا انا قلبي كله مع الأهلي، نفسي ان شاء الله يعملوا نتائج جيدة وربنا يكرمهم في المجموعة اللي هم فيه. يعني مش عايز اقعد كده وانا قلقان عن النادي الأهلي، هذا القلق الكبير قلبي لا يحدثني خيرا. يعني الأستاذ عبد الحكيم أبو علم النقد الرياضي، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحاجة أستاذ عمرو وكل مشاهدينك، بس قلب حضرتك فعلا مع النادي الأهلي؟ جدا، أنا عارف أنت، أنا قلبي قلب خصاية، ده الأهلي اللي بيلعب يا عبد الحكيم، يعني كلنا لازم مصر كلها تقف وراه، ده الأهلي. المباراة النهاردة يا أستاذ عمرو يعني لم تكن بالمستوى المطلوب، لكن قياسا بالظروف التي يمر بها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة تعد النتيجة جيدة إنك تطلع ما تخسرش، أهم حاجة. لان انت الاهلي رايح المباراه بعد توقف طويل جدا، الاهلي ما لعبش اكتر من 50 يوم من يوم 28 ديسمبر اخر مباراه كانت مع مودرن فيوتشر في نهائي كاس السوبر المصري للابطال الذي اقيم بالعاصمه الاماراتيه ابو ظبي، فتوقف طويل جدا بجانب غياب 11 عنصر اساسي في الفريق سواء للاصابه او لعدم القيد الافريقي، بجانب المستوى النهارده لم يكن جيد يمكن باستثناء ثلاث او اربع لاعبين مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، وياسر ابراهيم، وامام عاشور، كان الباقي كان يعني كان بعيد شويه عن المستوى، الكل تاثر بالظروف الحاليه، فكان النهارده التعادل السلبي والخروج بالنتيجه دي كان افضل حاجه للنادي الاهلي انه ما يخسرش عشان يفضل مستمر في صداره المجموعه الرابعه. النادي الاهلي لا زال في الصداره برصيد 6 نقاط، يليه يانج افريكانز التنزاني وشباب بلوزداد 5 نقاط، ثم الفريق الرابع والمركز الاخير ميديام الغاني اللي النادي الاهلي هيخرج له المباراه القادمه يوم الجمعه المقبل زي النهارده ان شاء الله في غانا. فالنهارده الحمد لله برغم ان المستوى ما كانش بالشكل الجيد، لكن النادي الاهلي خرج بنقطه وده افضل حاجه في ظل الظروف. يعني وضع الاهلي شبه مطمئن، يعني النادي الاهلي على الاقل يحتاج انه ما يخسرش قصاد ميديام، ثم المباراه الاخيره امام يانج افريكانز في القاهره، النادي الاهلي محتاج 3 نقط بالكثير من الماتشين اللي فاضلين، وان شاء الله باذن الله يضمن تاهله لدور الثمانيه. الظروف يعني هي اللي فرضت الوضع اللي احنا شفناه النهارده. طبعا علي معلول متاثر بخساره المنتخب التونسي، لعيبه الدوله بتاعت النادي متاثره بجانب الغيابات اللي كانت زي ما قلت لحضرتك 11 لاعب. هو ليه النهارده امام عاشور كان لابس قبعه؟ لسه تاثير الاصابه اللي جات له الاول؟ بص يا صعمرو، في حاجه اسمها بروتوكول طبي بتتعمل بالنسبه في الطب الرياضي للاصابات، بروتوكول الطب بالنسبه لتلك النوعيه من الحالات ان يظل يضع وقع الراس لفتره اكثر من حوالي 5 اسابيع او عدى منهم دلوقتي تقريبا اسبوعين، يعني من 4 لـ5 اسابيع على حسب الحاله اللي بتعمل عليها اشعاعات كل اسبوع، فالمفروض من اسبوعين لـ4 اسابيع يتم وضع وقع الراس ده لتجنب اي صدام او اي وقع الراس اتجاه المخ اللي اتعرض ليه في بطوله افريقيا انه يحمي راس اللاعب، فده بروتوكول طبي هيستمر من اسبوع لاسبوعين تاني امام عاشور يبتدي هذا الوقع. طب ما كانوا يريحوه شويه لغايه اما يخف، يعني منزلينه يلعب ليه؟ انا هقول لحضرتك يا استاذ عمرو، ويا ريت ما يلعبش ماتش الكاس مع الزمالك ضد الزمالك، يعني لا كره تيجي في دماغه وبتاع يحصل له تربانه ماما ما هي كره، هي كره هي علي ديانج مش هيلعب قدام الزمالك. طيب ما كفايه، هو دي مفاجاه اقولها لك على الهواء. والله علي ديانج اللي تغيب عن الرحله قد يجري جراحه خلال ايام او خلال يا ساتر يا رب ضايقتني. طب هو هيغيب عن الماتش، وعندنا احمد نبيل كوكا لسه ما وصلش. لا اله الا الله، لا اله لدرجه ان مارسيل كولر كان استاذ عمرو مستدعي لاعب فريق الشباب بعد رحله الجزائر مصطفى والخير مواليد 2003 كان موجود معاه لسد العجز في نص الملعب، فبالتالي كان امام عاشور. لا بس برضه امام يا جماعه ثروه، رجله حد تيجي في دماغه، الكره تيجي في دماغه كده، ما يعني يريح شويه ويجي بعد ماتش الكاس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هيكون موجود في ماتش شباب مصر باذن الله، وان شاء الله هيرجع للنادي الاهلي الماتش اللي جاي امام ميديام رضا وسام ابو علي لاعب فلسطين هيكون موجود ان شاء الله، الفريق هيرجع فجرا وهيسافر يوم الثلاث تاني لغانا برضه على مدى الطياره الخاصه، اللعيبه اللي محتمل انها ترجع بس ساو وسام ابو علي ان شاء الله باذن الله يكونوا جاهزين للسفر مع الفريق، لكن قالوا يعني بكره في اختبار او بكره في اشعه جديده على حطيت الركبه لتحليل اذا كان هيجري جراحه يريح هو هيريح هو بره الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا يسر لنا الماتش الجاي بيامة ثم يبدا الاهلي الاستعداد لكاس مصر ونهائي كاس مصر امام الزمالك ان شاء الله. استاذ عبد الحكيم ابو علم انا قدر اشكرك شكرا جزيلا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره.
تعليق عمرو اديب على تعادل النادي الاهلي، وبيظهر عمرو اديب في زي المرح والهزار، وكله عارف ان هو من اكبر مشجعي نادي الزمالك، لكن الراجل بيتكلم وبيهزر، الراجل دمه خفيف وراجل بيحط اللقطه بتاعته وعايز يقول ان ريح امام عاشور حتى في مباراه الكاس. فالناقد الرياضي بيرد عليه بيقول له قال له ديانج كمان مريح، لكن عوده رضا سليم ووسام ابو علي وبرسيتاو عوده قويه جدا للنادي الاهلي، والنادي الاهلي موقفه في دوري ابطال اوروبا التعادل كانت افضل طريق افضل نتيجه بعد الفوز. ان انت ما تخسرش بقى 50 يوم، ما لعبتش كوره بقى 50 يوم، ما فيش تجمعات، النادي الاهلي ما زال على راس مجموعه دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله الاهلي بعد ما يجي من ديما استعداد خاص لمباراه نهائي كاس مصر امام الزمالك. اسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه.